لزميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناة الأهلي عشان يقول لنا كل الأخبار الجديدة اللي بتعلق بالفريق. يا شريف مساء الخير عليك. يا زميل أمير تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بك يا شريف، طمنا على تدريبات الفريق. خليني أقول لك التمرين كان في الرابعة عصرا، يمكن بدأ التمرين كان في حوالي 10 لاعبين في الملعب زائد ثلاث لاعبين يمكن صغيرين اللي هم تحت السن، طبعا كانوا بيجروا برنامج تأهيلي مع مدرب، مع شعيب مدرب النادي الأهلي، يمكن كان عندهم مباريات في قطاع الناشئين فطلعوا النهارده في الفريق الاول، فطبعا فضل مستر فايرر يتمرنوا لوحديهم علشان خاطر ما يبقاش في اصابات. يمكن بدا التمرين باطالات ودوائر بالكره واختتم التمرين بتقسيمه النهارده الحمل البدني كان خفيف جدا، لان بكره هيبقى عنده تجربه وديه مع فريق الاتصالات في استاذ التتش. بتمنى باذن الله بكره يكون فايلر يطبق الفكر اللي عاوز يطبقه. بكره المباراه مش تبقى مذاعه، بكره المباراه هتبقى مقفوله فقط على الفريقين اللي هيكونوا موجودين في ملعب التتش. الراجل عاوز يدرب بعض الجمل، بعض الاتجاهات اللي عاوز يعملها، وده حق طبيعي جدا لاي مدير فني في العالم ان يبقى قافل على فرقته، وان ما يبقاش فرقته على المشاع اي حد يتفرج عليها، اي حد يرصد النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه في الدوري المصري يوم 25، ومن بعدها عنده مباراه افريقيه يوم 29، فالراجل من حقه يقفل على فرقته، من حقه يركز مع فرقته اكثر واكثر. يمكن تدريب الحراس النهارده كان فيه خمس حراس، يمكن شريف القطامي على لطفي، مصطفى شوبير، رمضان الحارس الصاعد، احمد طارق النهارده كمان كان موجود، خمس حراس. يمكن مستر مايكل او مايكل مدرب الحراس يمكن عمل معاهم تمرينه قويه جدا النهارده، خمس حراس يبقى كتير جدا على مدرب الحراس، ولكن الراجل بيشتغل بكل جد بكل حب، مش فارق معاه العدد خالص، والراجل مرن الخمسه بكل اجتهاد، والخمسه يمكن ما شاء الله ماشيين كويس جدا، وما زال شريف اكرامي وعلي لطفي لافتين كل انظار متابعين للمران. يمكن تاهيل مستمر لمحمود متولي، لكريم نبرد، لي ديانج النهارده سافر حمدي فتحي واجرى بعض الفحوصات، باذن الله بكره يكون موعد في اجراء عمليه الغضروف في المانيا، اللي اتمنى له باذن الله يرجع بسلامه الله الى جمهوريه مصر العربيه طبعا، ويبدا التاهيل في مصر عشان يرجع بسرعه باقصى وقت للملاعب. ديانج زي ما قلت من شويه فعلا عنده يمكن في العضله الضمه يمكن بدرجه ملي واحد، يمكن حاجه بسيطه جدا، ولكن طبعا العضله الضمه خداعه، دايما لازم زي ما هو متولي لازم زي العضله الخلفيه زي العضله الضمه لازم تاخد مده طويله، او الجهاز يخاف يتسرع في عوده اللاعب مره اخرى، لان ممكن خداعه، ممكن تبان اللي هي كويسه وينزل التمرين يحس بيها. يعني الموقف بتاع ديانج بالتحديد ايه؟ يعني موقف هيكون ايه بالنسبه له؟ هل ممكن يلحق مباراه النجم الساحلي؟ طبعا مباراه الجونه خلاص مستحيل، مباراه النجم الساحلي يعني من خبراتنا مع لاعبي النادي الاهلي والاصابات ممكن يكون على دكه البدلاء، ولكن اساسي يعني هيبقى فيها 50-50 الى الان. خلي بالك برضو بترجع الى قوه عضله اللاعب، ممكن في خلال يومين ثلاثه درجه الاستجابه تكون عاليه، فبرضه هبات النادي الاهلي على طول ما بياخدش اكشن، اللي ما بياخد بيعمل اشاعه كل فتره يعمل اشاعه، فممكن بعد كام يوم يتعمل له اشاعه ويشوف درجه استجابه العضله في الشفاء رايحه ازاي. ممكن يكون ديانج عضلاته قويه شويه، فممكن استجابته للعلاج تكون اسرع شويه، فتختلف من لاعب للاعب. يعني محمد محمود مثلا في الرباط الصليبي، يمكن الناس في المانيا اشادت ان في حاجه في جسمه عنده الانسجه بتلتحم بسرعه وبتلتئم بسرعه، فبترجع من كل لاعب مختلف عن الثاني، فيا رب باذن الله يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي. جماهير النادي الاهلي بتعود كثيرا على هذه البطوله نفسها في بطوله افريقيا عشان يتاهل لكاس العالم، فباذن الله القاضي بيكون افضل للنادي الاهلي. زي ما قلت لك زميلي الامير بكره في مباراه وديه باذن الله، الراجل يقدر يجرب فكره واللي عاوز يلعب بيه مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي، وباذن الله الايام اللي جايه ما يكونش فيها اصابه، لان الاصابات بقى بدات ترجع تاني من جديد بكم كبير للاسف الشديد، بس باذن الله باذن الله اللي جاي ما يكونش فيه اصابات، ونقدر باذن الله نتجاوز هذه المرحله ويكون مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي. شريف عايز اطمن على نيدفيد، نيدفيد يرجع امتى؟ نيدفيد في المرحله النهائيه، نيدفيد بيجري بيخش الجيم بيعمل يعني تمارين، نيدفيد خلاص في المرحله النهائيه، يعني نيدفيد بتتكلم يعني ممكن تلاقيه في خلال 3-4 ايام في التمرين، ولكن بقى مباريات يعني هتديله مباراه قويه ولا لا، برضه مشكله برضه لاعب غايب بقاله كتير، بقاله كام شهر غايب خالص عن المباريات، فطبعا
محتاج مباريات وديه عشان ينجز، فطبعا هيحتاج برضه وقت لتجهيزه، هيحتاج برضه وقت عشان خاطر تخليه يواكب النادي الاهلي او لاعبي النادي الاهلي في الحمل البدني بتاعهم، وهم واصلين لمرحله بدنيه عاليه جدا. عشان كريم يوصل لهذه المرحله محتاج وقت، محتاج مباريات وديه. فطبعا كريم يعني من الوهله الاولى طبعا خارج مباراتين الجونه او النادي الساحلي، ولكن هو كده كده مش مقيد افريقيا المرحله النهائيه العوده مره اخرى للملعب ان شاء الله باذن الله. شريف انا بشكرك شكرا جزيلا، شريف شعبان مراسلنا ومراسل قناه النادي الاهلي، وقال لنا كل جديد بيخص الفريق.